اشتكى أصحاب المحلات التجارية والمواطنين القريبين من العتبة الحسينية بسبب المضايقات التي تسببها لهم أو يسببها لهم القائمون على العتبة الحسينية لإجبارهم على بيع أملاكهم ومحلاتهم. فنشاهد. طبعا أهلا وسهلا والسلام عليكم. الكثير من الأخوة اللي أصحاب هاي المحال باتجاه باب قبلة الإمام الحسين وصلوا الشكاوى بخصوص هذا المشروع، انه تعرفون اكو محلات بهذا الاتجاه اللي هو اتجاه باب القبلة على اليسار وعلى الجانب. اصحاب المحلات الموجودين بهذا المكان اجاراتهم كلها توصل الى يعني الاف الدولارات، وايضا جايبين بضاعة، وتعرفون انه هذه التوسعة اللي صارت اثرت على الكثير من الموجودين من اهل المحلات. طبعا الشكاوي اللي وصلت من المواطنين واصحاب المحلات بخصوص التوسعة، انه بدل ما يكون هذا الامتداد بهاي الطريقة، انه القائمين على هذا المشروع اللي تسوي العتبة انه يراعون الجانب الانساني والجانب الاقتصادي لاهل المدينة. تعرفون الشغل تعبان، الشغل ماكو، الناس دا تعاني. الجماعة بهذا الجانب